إليكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 3 مدنيين وأصيب نحو 25 آخرين بإطلاق نار من قبل جهة مجهولة استهدفت المهجرين من حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق أثناء توجههم إلى الحافلات التي تقلهم إلى ريف إدلب في الشمال. وأفادت المصادر أن 22 حافلة انطلقت من حي القابون وعلى متنها مقاتلو المعارضة والمدنيون الراغبون في مغادرة الحي الذي يضم نحو 1500 شخص، مشيرة إلى أن نظام الأسد يعمل على إنهاء إجلاء الجميع اليوم وليس على دفعات. قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف في بيان له إن نحو 5000 نازح عادوا من المخيمات إلى مناطقهم المحررة في الموصل بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة. وأضاف الجاف أن النازحين عادوا إلى مناطق عديدة في نينوى فضلاً عن ناحيتي القيارة وحمام العليل، مشيراً إلى تأمين جميع المساعدات الإغاثية لهم. قتل ضابط من قوات الأمن المصرية وأصيب 3 مجندين في استهداف مدرعة بمحافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم داعش بحسب ما أفادت به مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة الحسنة بوسط سيناء عندما كانت المدرعة تنفذ مهمة أمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن نقل المصابين إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج. قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط بعيد المدى الأحد بإشراف شخصي من الزعيم كيم جونغ أون بهدف التأكد من القدرة على حمل رأس حربي ثقيل كبير الحجم. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ كان صاروخاً باليستياً استراتيجياً من المدى المتوسط الطويل تم تطويره مؤخراً، مشيرة إلى أن الصاروخ أطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة. فاز نادي ريال مدريد على ضيفه إشبيليا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن مباريات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني. وبهذا الفوز يستمر الريال في ملاحقة برشلونة على الصدارة برصيد 87 نقطة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.